نعود نرحب بكل من انضم والتحق بنا هذا الصباح واختار قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العامة. والتحقت بنا زميلتي سعاد بن صافي لاستعراض فقرتها الأم والطفل مصحوبة بضيفة للحديث عن موضوع التحرش عند الأطفال، التحرش الجنسي عند الأطفال والقوانين التي تحميهم. هكذا سعاد، صباح الخير. لطفي، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله، وبداية أسبوع موفقة للجميع. كنت اخترت الولاية التعليمية عند الأطفال فقط لأمل أنه الموضوع الأهم والمهم أيضا هو تحرش وكيفاش يحمي قانون الجزائري تحرش بالأطفال. صباح الخير أمل. صباح الخير الأخت سعاد. أمل، أولا ربما الجزائريين ولا الناس اللي يشوفوا فينا يقول لك شنو هو الطفل في القانون الجزائري؟ الطفل وفقا للقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل هو كل شخص أو إنسان ذكر أو أنثى لم يبلغ سن 18 سنة. يعني كي يكون عندنا فئة تاع الأطفال لم يصلوا إلى سن 18 سنة نكون أمام الطفل. نكون أمام الطفل هو من سن سنة ل 18 سنة. سنة نكون أمام الطفل. بعدها وش هو التحرش في القانون الجزائري؟ ما هو التحرش؟ التحرش هو كل عمل غير مرغوب فيه، يعني كل عمل يمس بأحاسيس ومشاعر ذلك الطفل. وعلاش نقول عمل غير مرغوب فيه؟ لأنه يمس بكرامته، بأحاسيسه، يعني يمس بكل شيء خاص به، هذا هو التحرش. الأم ربما لما ما تكتشفش مثلا تحرش بوليدها، كيفاش يعني من خلال الحالات اللي تقدمت لك أمل في المحكمة ربما، كيفاش يعرفوا عملية التحرش عند الأطفال سواء كان لفظي أو الجسدي؟ التحرش في البداية يبدأ عند الطفل، أن الأم تلاحظ أن الطفل ذلك يولي منطوي على نفسه، يعني ما يحبش باغ اكزومبل يروح للمدرسة، ما يتكلمش بزاف، ما يحبش ينوض مع، ما يحبش يكونوا عنده صحابه، ما يحبش يخرج يلعب برا اكسيتيرا. يعني الطفل يكون منطوي على نفسه. والتحرش هذا كما قلتي انت هو انواع، قد يكون لفظي، قد يكون عن طريق الايحاءات، عن طريق الاغراءات، قد يكون التحرش اللي نخافوا احنا منه كثير هو التحرش الجنسي، يعني التحرش عن طريق لمس كل ما هو خاص لدى الطفل. لهذا الام لازم توعي الابن تاعها قبل ما يروح للمدرسه، توعيه بان الجسد شخصي وان هناك خاص وان هناك مناطق خاصه بذلك الطفل لا يجوز لاي احد لمسها. هذا هو التحرش. التحرش عن طريق التتبع، مثلا شخص معين يتتبع الطفل عندما يذهب الى المدرسه، كل صباح يلقى الطفل بالسياره تاعو شخص يتبع. يعني نعرفه حتى في مرحله المراهقه مثلا يتوجه الاطفال الى التدريبات الرياضيه، ربما تكون هنا وين يكون كل الميادين، كل سواء في الرياضة، سواء في المدرسة، سواء كي يروح يدير دروس خصوصية، يعني كامل. يعني ربما حتى الناس اللي يثقوا فيهم الأهل، أقارب، الأقارب. يعني التحرش لازم نقولوا ونعاودوا، التحرش يكون من الأقارب أكثر من أنه يكون من شخص خارجي. الأم كي يخرج الإبن تاعها ربما تخاف عليه أنه شخص خارجي يتحرش به، لا، الأم لازم تراقب أنه إذا كنتوا ساكنين في عائلة كبيرة أنه التحرش قد يبدأ من العائلة، ثم التحرش الخارجي ليكون عن طريق، يعني ربما يكون في العائله يكون اكثر انطواء، يعني الطفل ما يقدرش هنا على الحاله اللي تعرض لها لانه الحاله قريبه جدا، الحاله قريبه ويخاف. ومام اذا تكلم مع الام تاعها وقالها امي انني اتعرض الى تحرش من فلان، الام تصدر على الحاله، تخاف، تقول لك تبهديله، تبهديله الناس يسمعوا، تبهديله الجيران وما غير ذلك. هي لا لا، الام لازم كي تعرف انه الابن تاعها تعرض الى تحرش سواء في العائله او خارج العائله يجب ان تقوم بالتحرش. لا امل، ربما الام وحتى الاطفال يخافوا من التشهير. التشهير المحاميه اللي تتوجه لها ولا القانون كي تتوجه ليه الام، كيفاش يعني واش تطلبي الادله اللي تطلبيها منها قبل الام ما تتوجه للمحاميه؟ نقول بان الطفل الذي تعرض الى تحرش بكل انواعه عنده نوعين من الحمايه، عندنا حمايه اجتماعيه والحمايه القضائيه. قبل ما نروحوا للحمايه امل، نتكلموا على القانون كيفاش يحمي الطفل، وش يطلب منه القانون مثلا؟ باش يعني القانون لازم ادله وبراهين، لازم ادله. فوش الحاجه مثلا انت كمحاميه والحالات اللي جات لك تطلبيها منهم، من الام؟
من الام اول حاجه لازم الام تقوم بها الام عندما يتعرض ابنها الى التحرش لازم اول حاجه لازم تذهب الى طبيب يفصح طبيب شرعي طبيب ينظر في الجسد تاعه ويشوف لان التحرش عموما يترك خدش يترك ادله اول حاجه لازم توجهوا الى طبيب نفساني وطبيب يرى انه حقيقه ذلك الطفل تعرض الى تحرش وقبل هذه كمان لازم تروح الى مصالح الوسط المفتوح هذه المصالح هي متواجده على مستوى كل ولايه تتكون من حقوقيين تتكون من اجتماعيين تتكون من مربيين هذه مصالح الوسط المفتوح اللي كرسها قانون حمايه الطفل اللي هو قانون 15-12 بماذا تقوم بحمايه الطفل الذي تعرض الى تحرش وهنا الاخت سعاد لازم اشير الى نقطه هامه انه كي قلت لك ان الطفل من كل شخص او انسان من دون سن 18 سنه هذاك الطفل قد يكون تحرش به او هو الذي تحرش يقدر يكون طفل في عمره 14 سنة 15 سنة يتحرش بطفل آخر في عمره 5 سنوات مع انتهاء الحالتين قد يكون هو المتحرش أو يتحرش بشخص آخر والقانون يحمي كلاهما في قانون حماية الطفل يحمي الطرفين يعني الجاني إذا كان لم يبلغ سن 18 والمجني عليه والمجني عليه يحميهم يعني الأم هنا اللي خايفة من التشهير القانون يحمي يعني تكون شوفي كيفاش يحميها القانون عندما تتوجه الأم عندما الأم تسمع بلي وليدها تعرض إلى تحرش الحاجة الأولى تروح إلى مصالح الوسط المفتوح متواجدة على كل مستوى ولاية تقول لهم فوالا الإبن تاعي تعرض إلى تحرش هنا هاد مصالح الوسط المفتوح تخدم بسريه يعني نروح تروح تدير تحقيقات واجراءات حول ذلك الطفل الذي تحرش لكن ذلك يكون بكل سريه يعني ما نقولوش بلي الام هي اللي جاتنا ولا المعلمه ولا حتى المعلمه في القسم تشوف باغ اكزومبل تلميذ معين يتحرش بزملائه وتشوف بان السلوك تاعو منحرف تقدر تتوجه لهذه المصالح تقول لهم هذا الطفل راهو يتحرش بالاطفال المتواجدين في القسم وهنا نخلوا السريه يعني كي تقوم هذه الهيئات بمباشره الاختصاص تاعها يكون بكل سريه يعني بكل سريه لان المعلمه تخاف المعلمه الطبيبه الام تخاف التشهير التشهير دائما ما داوش يخافوا الجزائريين تخاف التشهير هذه المصالح الوسط تخدم بسريه وتقوم بمباشره كل الاجراءات اللازمه من اجل حمايه ذلك الطفل المتعرض للتحرش الطفل بحد ذاته لانه القانون اول ما يراعيه هو نفسيه الطفل واللي نظن انه قاضي احدى الاحداث هو المختص قاضي الاحداث قاضي الاحداث يعني مصالح الوسط المفتوح اذا لم تتوصل الى اتفاق مع الام والولي الشرعي في بعض الاحيان واش يديروا ينسحبوا في اخر لحظه كي يجوا يحيدوا اجراءات ينسحبوا هنا مصالح الوسط المفتوح تقوم باخضاع قاضي الاحداث او النيابه العامه هنا تجي الحمايه القضائيه يعني بعد مصالح الوسط المفتوح نروحوا للحمايه القضائيه كيفاش راح يحمي القانون الجزائري كيف الطفل الجاني والمجني عليه كيف يحمي القانون الجزائري قانون حمايه الطفل 15-12 يمنح لقاضي الاحداث حمايه الطفل عن طريق اخطار كما قلنا احنا مصالح الوسط المفتوح تروح عند قاضي التحقيق وتبين له بان شخص معين متعرض للخطر او الاخطار يكون من الطفل نفسه هذه الحاجه الجديده اللي جا بها القانون انه الطفل المتعرض للتحرش قادر هو يتوجه الى المحكمه هنا ربما مسؤوليه الام تفهم الطفل انه الجسد ديالو خصوصي خاص لازم توعيه ولازم ايضا تكون صداقه بين الاهل صداقه حتى يقدر يقولها ويقدر لازم توعيه ولازم تكون صداقه لازم تكون صداقه بين الام والابن تاعها ولازم تتكلم على الابنه يعني احنا الابن للابن والابنه ايضا ولازم تتكلم في البيت وبدون كما نقولوا احنا بدون حشمه هذه حوايج لازم نهضروا عليهم في البيت وكما قلت لك القاضي شكون اللي يقول للقاضي انه ابني تعرض للتحرش اما الابن هذاك اللي تعرض للتحرش اما الام نلقاوها حاله نادره هذه ان الام تروح تقول قاضي الاحداث ابني تعرض للتحرش كما قلنا الحشمه ويخاف والتبهديل هكا فين الستر هذا هذاك الستر يقدر كل شخص جمعيه مصالح الوسط المفتوح حتى رئيس مجلس الشعب البلدي بصفته ضابط شرطه قضائيه الوالي اذا راوا بان جماعه معينه او طفل معين منحرف لانه هو اللي يمارس التحرش ولا تعرض الى التحرش يقومون بابلاغ قاضي الاحداث هنا القاضي
وش يدير؟ اولا المعالجة النفسانية للطفل، يعني يقوم بكل الفحوصات الطبية النفسية العقلية للطفل باش يشوف اسكو ذلك الطفل غاهو في الوعي تاعو. ثم بعد ذلك بعد هذه يقوم بسماع الطفل، الان القاضي يسمع الطفل، الطفل يقول له وصغالك كيف تعرض لك تحرش، اذا كان العكس لماذا تتحرش. ثم بعد ذلك يتخذ الاجراءات اللازمه. الاجراءات اللازمه اللي يتخذها قاضي الاحداث لسن دون طفل دون سن 18 سنه تكون عامه هي الحمايه، لانه الطفل دون سن 18 سنه ما قدوش يدخلوه في اعاده التربيه، اذا كان يا مصلحه حمايه الطفوله يا مصلحه اعاده التربيه، لانه لم يبلغ سن الرشد اللي هو 19 سنه. سن 18 سنه اللي يعني قلت لكم هو سن الرشد الجزائي، لكن بما انه لم يعني يتجاوز هذا السن، هنا في هذه الحاله تكون حمايه الطفل عن طريق المصالح المنتشره في مختلف ارجاء الوطن، اللي منها حمايه الطفل ومنها حمايه الطفل واعاده التربيه وما غير ذلك. نشكرك أمل على هذه النصائح اللي قدمناها للأم وحتى للطفل، ولكن مسؤولية الأم دائما أنها توعي وليدها وتعمل معه علاقة صداقة سواء كان للبنت أو للطفل. فإن شاء الله استفدت معنا في قانون حماية الطفل من التحرش لنهار اليوم. الآن عودة